في مجموعه من الفانتومز بقى بنلاقيها موجوده افيلبل، زي مثلا اي تي اس فانتوم اللي هو من الامريكان اسوشيشن اوف فيزيسيستس ان ميديسن، اي بي ام. ده عباره عن فانتوم زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. ده ممكن يبقى فيه عندنا كذا حاجه، يعني يعمل لنا كذا حاجه. ممكن يعمل لنا لو كونتراست ريزولوشن، اوكي، في عندنا مجموعه من الكاركترستيك يعني سيركلز كده، كل واحده باتينيوشن مختلف، فاحنا بنشوف اذا كنا هنشوفها ولا مش هنشوفها. وانس ان انا عرفت ان دي اقدر اشوفها، يبقى معنى كده بيديني على طول الفاليو بتاعت اللو كونتراست ريزولوشن بتاعتي بتساوي كام. اوكي، عاده بيبقى فيه الاوبجكت دي موجوده جوه يعني ووتر، بيبقى فيه ووتر وبيبقى فيه حواليها بعد كده بلكسي جلاس، بحيث ان هو يبقى حاجه سوليد كده اقدر احركها، ما يبقاش فيها ما يحصلهاش اي تغيير، ما يحصلهاش اي يعني ديستورشن بين السكانز وبعضها. اوكي، فدي طبعا حاجه مهمه جدا.